مشاهدينا الكرام مساء الخير. تأليف الحكومة بحصصها وحقائبها وأسمائها وتوازناتها هو العنوان السياسي البارز والأول في المداولات والتحليلات والتوقعات، وبين العقد البارزة والمستترة وبين المهر الزمنية التي تحوم حول عيد الاستقلال تتأرجح بورصة التأليف بين التفاؤل من جهة والتشاؤم من جهة أخرى، لتبقى الأمور دائرة في محطات الانتظار والترقب والآمال المعقودة على انطلاقة العهد. في حلقة الليلة من الأسبوع في ساعة أستضيف مباشرة من الاستوديو رئيس المؤسسة المارونية للانتشار نعمة فريم، مدير عام ستاتستكس لبنان ربيع الهبر، ورئيس سيدر انستيتيوت والخبير في التكنولوجيا والاقتصاد غسان حاسباني. ومن خارج الاستوديو سيطل معنا في بداية الحلقة عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب ألاعو. مساء الخير استاذ نعمت، مساء الخير استاذ ربيع، مساء الخير استاذ غسان، أهلا وسهلا فيكم. استاذ نعمت، برايك انه اصلاحيا احلى يكون فصل النيابة عن الوزارة تيقدر النائب يحاسب الوزير، مش يكون عم بفوت بنفس الازدواجيه؟ يعني هيدي الفكره تماما. انا بعتبر بلبنان بالوضع الحالي منسهل كثير على فصل وعلى المحاسبه اذا الوزير غير النائب. هلا ببلدان برا مثل فرنسا مثلا بالعكس، لازم يكون مثلا النائب لازم يكون رئيس بلديه. بتصور انا بلبنان وبالخبره اللي شفناها بسنين افضل واهين وبتسهل الامور اكثر للمراقبه وللمحاسبه، لانه عندنا اذا بدنا نفوت بزمن جديد زمن اصلاحي بكل معنى الكلمه يمكن المحاسبه شغله كثير مهمه، وبدنا قد ما فينا نسهل ونحفز المحاسبه. برأيك استاذ نعمت، التفاهمات بين التيار الوطني الحر وبين القوات اللبنانية من جهة وتيار المستقبل من جهة تانية، وقت اللي صار فيه تبني ترشيح الرئيس الحريري للعماد عون وقبلا مع حزب الله، يعني كل هذه التفاهمات هل متناقضة مع بعضها إذا بدك تترجمها حكوميا، وهل هي عم بتعقد القصة كمان أكثر؟ ما في شك أنه وصلنا له اليوم أول شيء أعجوبة تنبلش فيها. وهالأعجوبة هلأ بتبلش الحقيقة، يعني راحت ما بقوله راحت السكرة واجت الفكرة، هلأ لحظة حقيقة. وأنا لقلي إذا ما قدرنا ترجمنا بحكومة بسرعة هيدا المومنتوم اللي بدنا نسميه يلي عايشين عليه من ثلاث جماع شهر، حتى الاقتصاد تحرك بلبنان لأنه صار فيه هالنفعة الحلوة بالبلد بموت. من هيك نحنا كتير مهم هالتناقضات هيدا تقدر نلاقي له حل، لانه لبنان هو يعني بحد ذاته يعني برايك في تناقضات بين كل، ولكن انا بقول اذا لبنان، لانه لبنان مركب، هالمشروع اللبناني اللي هو مشروع بالنتيجه توافقي بين كل الطوائف وتقريبا حكوماتنا كلها عم بتصير حكومات اتحاد وطني، عمليا مجبورين يكون في تناقضات ونحلها. اذا لاحظنا بلبنان كل مره ما بنعرف نحل التناقضات بنفوت بازمه كبيره كثير اكبر من ازمه تاخير الحكومة. في هموم الناس، يعني مش بس بدنا نفكر بس بالحصص، اليوم في عنا ازمه اساسيه بالبلد ترى لها زميلي هلا، ولكن وضع البلد يعني قبل هالجمعتين ثلاثه يلي انا بعتبرهم فسحه امل كثير كبيره، ويا تعتيرنا إذا ما طلعوا أمالنا قد الحقيقة قد أمال الشعب. نرجع مش مطرح ما كنا، نرجع أضرب بكتير. الوضع يلي كان وصل له البلد إن كان بحجم البطالة أو بحجم الأزمة الاقتصادية، يعني بس خلينا نتذكر من شهر وين كنا يا أخوان وشو كنا عم نحكي، وضع المالي في البلد ووضع سوق العمل في البلد ووضع مستوى الخدمات للمواطن يلي هي مبدئيا انه الدولة كلها سوا شغلتها تخدم المواطن طبعا، بس تشوف وين وصلنا من الزبالة ورايح. بتشوف انه ما بقى في عنا اللوكس مثل ما بقولوا انه ناخد 6 اشهر و8 اشهر تنعمل حكومة، طرف الانتظار. نعم يعني طرف الانتظار، بس عم بقول لك الاستاذ ربيع كان انه باحسن الاحوال كنا نبقى 4 اشهر و5 اشهر، احنا اليوم فكيف هلا طالعين من ازمة ومن فراغ رئاسي وما في ضابط ايقاع وما في، لا لانه هيك انا بنظري لانه نحن جايين من محل بعيد هالقد، لانه في مومنتوم بسموه هالضغط هيدا هال حركيه هاللانس بسموها ملانصه السياره مثل ما بقولوا، ما بدنا نقطع لها لانصه بوجود. من هيك هالجمعه انا بوافق مع استاذ علاء، اذا هالجمعه ما قدرنا نعمل شيء رح نفوت بزمن
نرجع نفوت بدوام العديد رح ينعكس سلبا يعني. يعني على لك على بدي اعطيك اعطيك فكره كيف الجو العام. كنت ب دعاني استاذ نعمت فريم على ذكرى العشرة لوفاة من يومين. نعم. من يومين. شو بيقول شو بيقول بكلمته يلي كان فيه اهم شخصيات بالبلد. بيقول وعندها تصبح الديمقراطية خلينا ومن خلال التنمية الشاملة نقاوم حاضر الفساد ونبشر بغد أفضل ولبنان أفضل. وعندها تصبح الديمقراطية ضميرا ومسؤولية. وهذا ما رأيناه في صلب خطاب القسم لرئيس الجمهورية عماد ميشيل عون. وكلنا أمل أن لبنان سيشهد أبعادا جديدة مع العهد الجديد في مفهوم سعادة المواطن وخدمته وتطوير حياته فنحقق النمو المرجو ونحسن مناعة الوطن. بالإذن منك يعني قريناها. فبتعرف الجو العام كيف بالبلد يعني الجو كله تفاؤلي والجو نظرة إيجابية للمستقبل. فإذا صار فيه بس أنت عم بتقول إنه رايحين على تأخير يعني. إحنا رايحين يعني على تأخير شيء بس الجو العام والمومنتوم بس هيدا التفاؤل لا ينعكس على أرض الواقع. لا ينعكس على أرض الواقع لأنه هالقد المشاكل الكبيرة كل هالمشاكل بين الأطراف السياسية يعني. مش بتنحل بسبب خليني استزعمت يعني التوقعات بتناقض بعضها مثل ما بقولوا بين التفاؤل والتشاؤم. كل هالاسبوع صرنا على نفسه حتى على الطاوله صار في. هلا عم بتقول حضرتك كنت انه اذا ما صار في تشكيل سريع بصير في تنفيس لهالامال الموجوده عند الناس. من وجهه نظرك ومن متابعتك شو هي العقد الاساسي اللي عم تواجه هلا تاليف الحكومه؟ ليش لهلا بعدنا بالمربع الاول يعني بعدهم بيقولوا انه عم بيبحثوا عن حصة كل فريق قبل إسقاط الحقائب والأسماء على الحصص؟ أول شيء ترجع على الفكرة الأولى. اليوم أكبر حدث صار من بعد الانتخاب رئيس الجمهورية لأنه كان أول حدث هو أنه صار في توافق بين فريقين كانوا ضد بعضهم يعني هو المستقبل وتيار الوطني الحر بعدين قوات اللبنانية. فإذا هذا أول حدث كان كتير مهم. الحدث الثاني أنا بعتبره هو خطاب القسم يعني هو شغلة أساسية وعطى نفس لهالزمن الجديد المهم كتير. كل ما منبعد عن تاريخ خطاب القسم بتأفيف الحكومة كل ما بخف هالعملية. هلأ ترجع على سؤالك الواضح أنا بعتبر لحظة حقيقة هي بلشت هلأ. جنرال عون فخامة الرئيس هو يلي راح 2006 من محل إلى من مكان إلى مكان يعتبر انه بهالروحه بتفاهم كان عم يعني مع حزب نعم. نعم كان عم يؤدي واجب وطني معين بعودته اليوم الى مكان النص من بعد ما القوات اللبنانيه اللي هن باقصى اليمين كمان عملت تحالف معه رجع على مكان النص وبرهن هذا الشيء بخطاب القسم. هلا لحظه الحقيقه هل رح نقدر نجمع هل نقدر جنرال عون فخامة الرئيس بهالوضع الخاص يلي عنده هل رح يقدر يقرب هالجهات هالنظر بتبلش من التيار المستقبل والقوات اللبنانية او القوات اللبنانية وحزب الله وبتوصل الى محادثات ايران والسعودية اذا نجح بتقريب وجهات هالنظر. هل يلي اللي عم نشوفه اليوم شغلة كتير كبيرة. هل سهل هذا اذا في شخص واحد في يعملها خلينا نقول مزبوط اذا في شخص واحد في يعملها هو جنرال فخامة الرئيس ميشيل عون اليوم. ولكن هل سهل القيام بهذه العملية؟ أنا بعتبر قد ما الوضع دقيق قد ما خطر وضعنا الاقتصادي وهموم الناس وخطر الانهيار الكبير على المواطنين اللبنانية وعلى كل الأحزاب أفريقاء اللبنانية وعلى فكرة حتى الأحزاب اللبنانية بلشوا يحسوا اليوم لأنه وقف التمويل كل التمويلات المساعدات من برا عم تخف كتير بلشوا يفهموا قديش مهم الاقتصاد الوطن ليمولوا سياستهم. فإذا صاروا شركة أنا بنظري عم نفوت بزمن كتير جديد هو زمن دخول اللعبة السياسية اللبنانية إلى سوق الاقتصاد اللبناني. رح أرجع أحكي عن موضوع الاقتصاد من هيك إذا انهار الاقتصاد انضربت السياسة باللبنان. أستاذ نعمت بدي أرجع لنفس الموضوع اللي هو المشكل داخل الصف المسيحي احتكار التمثيل من قبل التيار والقوات أو إلى أي مدى يعني هناك حصة وازنة من ناحية الحقيبة يعني يجب أن تعطى لتيار المردة للكتائب لمسيحيين آخرين. أول شيء أنا مني بقلب المطبخ يعني ما عندي آخر تطورات ولكن بقول لك من بعيد
مهم بهذا البلد يكون في نفس توافقي، خاصة بالصف المسيحي، لأنه نحن جايين من محل كتير بعيد، جايين من محل كان خلافات كل يعني أربع أو خمس محل، خمس خلافات بقلب الصف المسيحي، نحن جايين على زمن تصالح مصالحات مسيحية ومصالحات وطنية، فإذا شغلة مهمة ومفيدة. ولكن نفذ هذا العهد ابتداء من الشخص اللي هو فخامة الرئيس، شخصه وتاريخه ومعرفتنا فيه، وخطاب القسم، والمطلوب تلت شيء قديش مطلوب بسرعة إلحاح عملية إصلاحية كتير كبيرة. هذا الزمن ممنوع يكون زمن الشلل يلي عشناه من 2006 لليوم. انتبهوا، نحن من 2006 لليوم نحن عندنا مرض عضال ضارب لبنان كله، الجسم كله اللبناني، اسمه شلل. تماش نزعل حدا، بنعمل فيتويات ومنطفي المكنه. وين برهنتها؟ وين شفناها؟ شفناها بالدين العام. نحن كل قرار تاخذنا ناخده من 2005 بس تخرج السوري من لبنان لليوم، بلشنا ب 30 مليار دولار دين، انتهينا ب 75 مليار، لانه ما عرفنا ناخذ ولا اي قرار. والحبل على الجرار يعني بعد مرشح الامر للمزيد من ولا يا شباب، بس للمشاهدين يعرفوا، ما قدرنا ناخذ ولا اي قرار تنغير هالمسار جهنم اللي رايحين فيه. ولا بسموه التوظيف الذكي، يعني توظيف برد حقه بثلاثة أو أربع سنين، بخفف الهدر، ما قدرنا ناخذ ولا أي قرار. إيه بس تمهجنا كثير اقتصاديا. تمش أرجع على الاقتصاد، تمش أرجع على الاقتصاد، خليني بالموضوع السياسي بس ما بدي معك، بس ما بدي أرجع على الاقتصاد، بس بدي أقول هالحكومة وهذا هالعهد بتصور نية الأفرقاء يلي ضحوا تيتصالحوا مع بعضهم كلهم سوا، نفسهم ممنوع الشلل. من تاني مال لبنان وتاريخه، تاريخه لا غالب ولا مغلوب، تاريخه البلد يلي بيجمع كل الأضداد، في عنده خصلة تنتهي آخر شيء أنه في صور في شلل. فإذا نحن عم نراقب بين تحدي كتير كبير، هلا حنفوت ونكسر الشلل باسم أو الخطر، أو ولا نرجع نفوت على الدوامة. فإذا يمكن تطلع بحل أنه لا نعمل تمثيل للكل، لكل الأفريقاء المسيحية وغيرهم، ولكن بشرط أنه ممنوع الشلل. خليني أقول شو الاحتمالات يلي موجودة أمام هالأيام المقبلة. يعني مثل ما قلنا أستاذ نعمات، وأنت كنت عم تقول أنه الأمل أو هذه الانطلاقة تعني حكماً التسريع في ولادة الحكومة، وإلا بيكون في خيبة أمل، وإلا بيكون في خيبة أمل. بالمقابل يعني كان في مواعيد مضروبة أنه قبل عيد الاستقلال تكون عيدية للاستقلال. نعم. ولكن في موجة تشاؤم أيضا، يعني مقابل هذا التفاؤل يقال أنه العقد قد لا يعني إذا واحد تنحل، وممكن يكون في المزيد من التعقيدات. شو الخيارات المطروحة أو الاحتمالات المطروحة لتفادي هذا الشلل؟ يعني واحد بس بده هيك يحلل هذا الصورة، ما في حللها إلا ما يشوف كمان نوعية شخصية الأشخاص. شخصية الرئيس ميشيل عون شخصية بالنتيجة بيحمل قرار وبيحسم. إذا قرر وشاف هذا، انتبه تكهنات، برجع بقول ما عندي أي معلومات، بس يشوف أنه هالرصيد عم بلش يتاكل منه، واللي مطلوب واللي منتظر من الرئيس ميشيل عون مش شيء عادي، لازم يكون مش حيالله رئيس بيعتبر، لأنه منتظر منه كتير، يمكن يتطلع ويلاقي أنه هالرصيد عم يتاكل، يمكن يبقى له الخيار أنه ليه ما بيطرح هو أكيد باتفاق مع دولة الرئيس ليستا جديدة، تكنوقراط مثلا، أمر واقع، ويقول يا أخوان هذا لم تكون أمام أمال الناس وقد أمال الناس، هذه الليستة تفضلوا مجلس النواب خذوا قراركم، إيه انتم معه أو ضده. هل هذا احتمال؟ أنا بنظري بمعرفة شخصية الشخص رئيس الجمهورية رئيس عام أكيد أكيد. بس هل هيدي بتمشي بظل التعقيدات السياسية اللبنانية الداخلية والأطراف السياسية وإلى ما هنالك؟ ومين إن التكنوقراط يلي يعني بالنهاية ما في حدا كمان تكنوقراط مفصول عن انتماء سياسي، يعني قد يكون هناك. بس شو يعني تمشي؟ يعني شو يعني تمشي؟ ما بتنعمل إيه تنعمل، يعني تنعمل رغما يعني سوري لحظة، تنعمل رغما عن إرادة أطراف معينة؟ يعني أنا بنظري إيه
اذا اذا وصلت لمرحله صعبه كثير مسكره والرصيد عم يتاكل، خيار من الخيارات بس تنعمل. من وجهه نظر الاستاذ نعمت فرين، من وجهه نظر الاستاذ حصباني، هذه الحكومه شو المطلوب منها؟ وهل يطلق عليها اسم حكومه العهد الاولى ام لا؟ هيدي انا بعتبر نعم يطلق عليها الاسم على حكومة العهد الأولى، لأنه برجع بقول لك ولكن معلومات يعني بعض أوساط القصر الجمهوري قالت إنه هذه ليست حكومة العهد الأولى، حكومة العهد الأولى بعد الانتخابات النيابية. طيب أنا رأيي إنه في اليوم مومنتوم كتير كبير، في اسم كتير كبير، في تضحية كتير كبيرة صارت من كل الأفرقاء السياسية ليتفقوا. مش مفروض ومش مقبول أنه بس يجوا كل الأفرقاء السياسية على طاولة واحدة تطلع العملية آخر شيء مثل بيقولوا نفطر على زيتون. مش مقبول بس يكون الشعب اللبناني وهموم الناس، وهذا الموضوع الأساسي اللي بدي أتجاوبك على تاني سؤال. اليوم في مشكلة أساسية، هموم الناس صارت كبيرة بشكل أنه ما بقى بدهم شيء، مش فرقانة معهم شيء بقى إلا يا خيي بدنا نلاقي شغل، بدنا نظبط الكهرباء، بدنا ما نعلق بعجقة السير هالقد، بدنا الزبالة ما تقتلناش الأمراض. هالمواضيع الأساسية هو صارت هو المشروع السياسي اللبناني. إذا بتسألوا اليوم للبناني خي شو بدك اليوم أنت من هالسياسيين، بيقول لك أنا حل لي هالمشاكل. طب إذا اتفقوا كلهم مع بعضهم وعطوهم زيتوني تطلع العملية، كل الطبقة السياسية بتنهار، وساعتها بالكل معنى الكلمة بتكون كانوا هن عم يعزموا المجتمع المدني يطلع من تحت الارض ويعطوه مثل ما بيقولوا جرعه اكسجين لنار مطفيه. يعني انت برايك الناس بدها من هذه الحكومه تنحل مشاكلها اليوميه بأسرع والمعيشيه والاجتماعيه. هلا بقول لك شو هيدا المطلوب من هذه الحكومه من وجهه نظرك. هلا كيف تترجم هذا الشيء؟ كيف تترجم؟ بتترجم اول شيء في تحديث قوانين بسرعه كثير، لازم تطلع قوانين اساسيه انه الانتخاب شغله كثير مهمه، بس انه الشراكه بين قطاع العام وقطاع الخاص أساسي. إذا نحن بدنا نقول أنه هالناس تطور لهم حياتهم في توظيف بالبنى التحتية اللبنانية يلي عم تنهار أمام عيوننا، نحن عم نطلع البنى التحتية عم تنهار وخلص لبنان ما بقى فيه يتدين ليظبط البنى التحتية، للأسف عم يتدين تيلب فوايد لأنه قد ما هدر. بصفي آخر شيء، اليوم ما فينا إلا ما نستقطب رؤوس أموال من القطاع الخاص الى البنى التحتيه اللبنانيه. واستقطاب رؤوس الاموال عمليه كثير كبيره، بتبلش بتحديث قوانين، بس بدها ثقه، بدها حكومه توحي ثقه، بدها مشروع ماركتينج للبنان بالعالم، نقول له خيي انه تعال وظف بلبنان ايها المستثمر، لانه اذا وظفت بلبنان في مردود لك. ثلاث اربعه كل هالعمليه تنقاس بمؤشر واحد بالاخر اللي هو البطالة وخلق فرص العمل. نعم. مؤشر خلق فرص العمل، نحن بدنا 30,000 فرصة عمل بالسنة. من نقيس كل العمل السياسي في لبنان أمام هذا الرقم. يا أخوان هالمحصلة كلها حبيتوا بعضكم، خاصة هلأ كل الناس حبت كل الناس وكل شيء يعني بعض حبيبي أوكي عمليا، بس وين دينا بالآخر وين فرص العمل، وين لقمة العيش بالنسبة للمواطن؟ برأيكم ليش برأيكم هموم الناس ما لها علاقة بالعناوين السياسية، لها علاقة بالعناوين المعيشية؟ لأنه وصلنا بلبنان على الركب، على وصلنا على الحضيض يا إخوان. هذا اللي بدنا نتفق عليه. لبنان ولا مرة وصل لبنان لهالمستوى، لأنه سائب المنطقة كمان تعبانة. يعني مش بس البطالة جاية من لبنان، البطالة جاية حتى من البلاد أفريقيا، بس تنضرب أفريقيا بالضربة اللي إجت فيها، عم يجيك ناس من افريقيا اللبنانيه متمولين بافريقيا انضربوا منصبين او حتى موظفين هونيك عم يرجعوا للخليج، بلش من الخليج يجيك مهندسين بذو خبره. سو الوضع اول مره كان هالقد كبير. هلا تنطلع من هالجوره اطلاق النمو في رقم، يعني هون استاذ غسان بيوافق معي الراي اكيد 100%، لبنان ما بحق له ينمى 1% و2%. يعني مش انه نحن مثل بلدان اوروبا، والله فرنسا عملت 1.5% يا اليوم اساسا عنده بيشبهوا بعضهم. اقل شيء لازم نحكي بالستة و نحن بالستة وال7%، لانه ديننا قيمته عم نتدين 7% تدفع الفوائد 7%.
طيب. وعملية بدنا على القليل قد ما عم تدين. احكي عن الشق السياسي، يعني لما سالتكم شو المطلوب من هذه الحكومه حسب الاحصاءات او استطلاع الراي اللي عامله الاستاذ ربيع، حسب انتم شو وجهه نظركم، حكيتوا اكثر عن الهموم المعيشيه والمطلبيه والاجتماعيه، ولكن بالمنطق السياسي انه هذه الحكومه دوره ان تحضر للانتخابات النيابيه اللي المفترض ان تجرى بايار 2017، يعني تكون حكومة الانتخابات، حكومة إقرار قانون انتخابي عادل وجديد وصحيح. ماذا عن هذه المهمة؟ أنا أول شيء بعتبر هيدا وحدة من مسؤوليتها، مش كل شيء. هاي مسؤولية كتير مهمة، قانون الانتخاب هو أهم شغلة لنرجع نفوت. إذا بدنا نقول عهد فخامة الرئيس الجمهورية اليوم ودولة الرئيس هالفريق يلي إجا مع الأضداد اللي كانوا بعيد عنهم مثل القوات اللبنانية مثل أفريقاء تانيين، اجوا مع بعضهم بدون يهيئوا لحتى لمئة سنة جديدة. يعني نحن اليوم عم يصير له مئة سنة لبنان، بدون يهيئوا لمئة سنة جديدة. يعني أنا بتوقع في نظرة بنيوية للبنان بدها تتأسس هلأ. إذا كان أقل من هذا الشيء بيكونوا، مش برجع بقول لك حجم حجم الافريقاء، حجم الافريقاء مش عم نبالغ بهذا، لا ابدا. انا ما بوافق ابدا يعني انه هالافريقاء يعني اذا الواحد عطى هالقد امال انه ممكن اذا ما تحققت يصير في خيبه امل عند الناس. انا بقول لك يعني إذا ما تحقق، اذا صورنا لهم الوضع على هذا الصعب، انا بقول لك التضحيه اللي انعملت من الاضداد كلها هو ما بتقابل باقل من هيك. بدك شو يعني؟ انا مش عم بطلب نطلع على المريخ، نتفق شو عم بطلب؟ عم بطلب قانون انتخاب جديد يفوتنا بزمن جديد، زمن نقدر نستقطب القوة الحية من المجتمع اللبناني. شو هو الى قطاع شو هو هالقانون؟ انا مثلا بعتبر، انا بدي اسمع رايك وراي الاستاذ غسان وراي الاستاذ انا رأي. رايي بهالموضوع قانون الانتخاب الجديد، وفي ناس عم يحكوا انه رح نضل بالستين. انا بعتبر بكون فشل كتير كبير اذا ضلينا بالستين، لانه برجع بقول لك فشل كتير كبير. لنعم، لانه طموح الناس بهيك اشخاص مسؤولين في مركز القرار اذا ما قدروا يغيروا القانون، يعني عمليا ما قدرنا نعمل شيء، يعني بعد كارثه. فاذا بس انا بدي ارجع سؤالك الاولاني، ايه شو القانون؟ انا ما بعتبر بس اهميته بس انتخابات هالحكومه، هالحكومه هموم الناس، قد ما انا موجوع الناس هيدي باهميه هيدي. ايه بس تسكر، بس تسكر، يعني ايه بدها الناس سريع تبين. ايه ما بتنطر الناس، ما بتنطر الناس. وهلا يمكن استاذ غسان عنده تعليق على هالشيء تحت الهواء، كان عم يحكي، هلا بقول لكم رايه، بقول رايه فيه. ثاني موضوع كقانون الانتخاب، انا بنظري شو القانون الانتخاب برايك؟ اول شيء خلينا نحط شو الهدف. قانون الانتخاب له هدفين لازم يكون، هدف واحد او الواحد تمثيلي ميثاقي يحافظ على العيش المشترك في لبنان، واثنين بده يستقطب الشباب الحي، الشباب اللبناني اللي نحن بنفتخر فيهم بالعالم كله كلبنانيه ناجحين، بدنا نستقطبهم الى القطاع العام. ما بدنا القطاع العام يكون يكون تقريبا ما تبقى من نجاحات القطاع الخاص بيجوا على القطاع العام، لا بدنا الافضل. فاذا بدنا قانون، انا بنظري النسبه شغله كتير مهمه. بنظري المركب، النسبيه المطلقه ولا أنا مختلط بين الأكثرين. انا مع المركب، انا مع المركب مختلط، ولكن يعني مختلط. ولكن بدراسة عملناها بأحد المؤسسات الأبحاث طلع معي بالحقيقة أنه ما فينا نطلع بس على قانون انتخاب مجلس النواب، بل ما نطلع على فكرة مجلس الشيوخ ومجلس النواب، لأنه تتكتمل الصورة مزبوط. نحن بدنا مجلس شيوخ، بس طالما هلأ ما فينا نعمل مجلس شيوخ، لازم نفكر بقانون الانتخاب يصيب اثنين سوا تقريبا، اللي هو المختلط، يلي هو مش بس المختلط. المختلط أنا لإلي مختلط، والنسبة أنا بحبه يكون أرثوذكسي. ليه؟ رح اقول لك ليه، وهيدي عن جد انا بعيد عن كل الطائفيه. كيف؟ موضوع دقيق وجديد. وواحد طرحه قبل، استاذ ربيع حكيته فيه، طلبنا منه بمركز الابحاث يدرسه ودرسه، طلع معه ارقام كثير حلوه. رح اقول لك اياه على الهواء، رح اقول لك يعني بشكل بسيط كثير هين. اليوم نحن كل الناس بدها، كل الافرقاء بدها، او في افرقاء بدها نسبه، في افرقاء بدها اكثر، في افرقاء بدها التمثيل المسيحي يكون اعدل. إذا بتاخذهم ثلاثتهم سوا بتحطهم مع بعضهم وبتخضهم كلهم سوا هيك كيف ما بيعملوا كوكتيل إذا بدك، بينزل منك شو بينزل معك؟ بينزل قانون مركب نسبي أكثر، ولكن أرثوذكسي ومناطقي. يعني أخذنا النسبة فيه، الشق النسبي منه عمل لي طائفي. يعني أنا والله في 15
ماروني، في ليستة 15 ماروني على كل لبنان، هودي بده ينتخبوا فرد ليستة نسبة، ليستة آ ليستة ب ليستة سي، ايه من قبل الناخبين المواروني بس، من قبل هون في 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 دوز اوبسيون، في اوبسيونال، في اوبسيون من الناخبين المواروني مواريني، وفي اوبسيون من كل من كل. اول شيء هي ببسط كثير النتيجة، لأنه اليوم النتيجة بالقانون المطلوب إذا بتقريها كتير صعبة، بس يكون في بليستة وحدة نسبية فيها مناطق تمثيل مناطقي وفيها مناطق طائفة. هلأ بتاني بس تخلص، بس تخلص الفكرة، بيطلع لك بالمحصلة شيء 55% نسبة، 45% أكثر. النسبة بيكون على كل لبنان ليستات طائفية. جمالها هيدي وين؟ جمالها أنه بيطلع لك ميني مجلس شيوخ بقلب مجلس النواب، بيطلع لك هالنايب هيدا يلي عم يطلع باصوات، هل بيطلع بيمثل الطائفه، مش عم بصل بقى منطقه. طيب والاكثر هيك عم بصل، والاكثر هيك عم بصل منطقه. ايه بس بناء على شو؟ على على القضاء، على القضاء، على القضاء الحالي هلا، القضاء القضاء الحالي هلا بصير تقريبا ثلاثة او أربعة بالقضاء. خليني سوري بس بدي اخلص كلمه. وهيدا بيحضرك لبعد كذا سنه، بعد ست سنين، هل ما تبقى من الاكثر تلغي تلغي القاضي الطائفه عنه. بيطلع معك ناتوريل بتلاقوله طبيعيا. حجزت هواجس الطوائف بقلب بقلب النسبه. وما فت بقصه هلا ني المجلس الشيوخ ومجلس النواب، وفتنا بتضاربات بتاخذ لنا 10 سنين 20 سنه نحلها. شو صلاحيات هيدا وشو صلاحيات انت حكما مرشح للانتخابات النيابيه بال 2017؟ لا مش حكما، مش حكما ابدا، ولكن انا برجع بقول لك بالفعل، بالفعل انا طموحي يكون حجر صغير عم بيبني هذا البلد، فيني اعمله بالصناعه، وبعتبر الصناعه خلق فرص العمل شغله كثير مهمه، فيني اعمله بالوزاره لانه بعتبر انا خبرتي التنفيذيه باداره وفيك رئيس تنفيذي، فيني اعمله بالنيابه لانه انا قريب كثير من الناس وبعتبر غسان. استاذ زعمت، من شهرين كنت بالكونغرس الامريكي، كان عندك كلمه لها علاقه بوضع النازحين بلبنان. كان عندك لقاءات مع رئيس لجنه الشؤون الخارجيه في الكونغرس الامريكي والى ما هنالك. بالخلاصه عن موضوع النازحين وعن هذا النشاط اللي عملته، شو الانطباع اللي طلعت فيه بجملتين؟ اسمعي جملتين بس. بعتبر انه الحل مش بكره، موضوع كتير صعب شائك، البنى التحتيه اللبنانيه ما عم تحمل بقى النازحين السوريين، وخطر الارهاب او خطر حتى الحرب او الدخول في السياسه اللبنانيه في احتمال يوم من الايام يصير اذا طولوا كثير في لبنان. العوده الى سوريا على شيء بيشبه السيف زون او مناطق امنه اللي نقيناها، هيدي المحصله تلخص لك اياها باخر السفره، كثير صعبه، لانه واحد يعني الازمه قائمه ومستمره، لانه كثير في خطر، لانه في بخافوا عليهم اول شيء، ما فيهم يحمون هنيك. اثنين بعد مش منسقين كفايه مع الدوله السوريه، لانه مجبورين ينسقوا مع الدوله السوريه. ثلاثه في سوابق بالولايات المتحده. شكرا لك استاذ غسان حصباني، شكرا لك استاذ ربيع الهبر، شكرا لك استاذ نعمة فرام، وايضا شكرا للاستاذ ألان عوية اللي شاركنا بداية الحلقة. إلى اللقاء الأحد المقبل.